شكرا للفنانة شموس، ومرة ثانية نشكر الفرقة الموسيقية المصاحبة. أستاذ أحمد، لو رجعنا مرة ثانية لمدرسة كاروما بنلقى إنه فيها النزعة الصوفية، كان عندها أثر في طريقة اختياره للمفردات وبالتالي أدائه؟ والله موجودة بكثرة، لأنه هو نبي صوفي بيت اللي تولد فيه وعاش فيه، فيه خلوة ويقرأ فيه المولد كل اثنين وخميس، وزي ما قلت لك فيه خلوة. أيوه. وزيادة على ذلك المنطقة اللي هي عايش فيها الحي، حي السيد المكي. السيد المكي ده ودى السيد إسماعيل الولي، نعم، رسلوا المهدي قبل فتح الخرطوم بكذا شهر، يرسل له تقارير عن حالة الخرطوم وأهل الخرطوم والعناية بسرع المهدي في المبين. توفى السيد المكي، أو قبل ما يتوفى رجع المبين، مات فيها هناك واندفن، لكن الحي هو حي وحي السيد المكي وحي موجود وكلهم أهل بعض. يعني حتى الغريب اللي جاء سكن معاه الجيرة عمره أكثر من 100 سنة، 134 سنة أو 135 سنة بعمر الحي. هاي. ولذلك هو نشأ في البيئة دي، يجي يكمل في مدرسة شيخ الطاهر، شيخ الطاهر الشيبلي برضه في نفس الحي اللي هي لصق منزل السيد عبد الله خليل رئيس وزراء السودان، لصق من الناحية الشرقية. صح. وكل المنطقة دي إلى الآن، إلى الآن الحولية بتاعت السيد المكي دي بتقام سنوياً، وهذه السادة الإسماعيلية وأناشيده، وكرومة نشأ في الجودة، وأكيد يعني هو ابن بيئته. صح. نشأ في الجودة وكان فيه فطاحة وعمالقة الشعر في الوقت ده. نعم. أبو صلاح، عتيق، وكلهم يتعامل معهم بعدد كبير من الأغنيات. نعم. وطبعا أكثر زول يتعامل معه كرومة أبو صلاح. أبو صلاح ده كرومة غنى له ما يفوق 200 أغنية. أيوه. المهم 200 أغنية دي كان يشوف يبكي مكتب، كان يزعل يشوف في فنان عنده 200 أغنية. هذا حال غايته كده. براها. دي حالات ممكن تتكرر في الأغنية السودانية أو في مسيرتها الطويلة؟ ممكن تتكرر؟ ولا في العالم. ما ممكن. ما ممكن. أول حاجة لأنه البيئة اللي نشأوا فيها، وما في ضغوط، ما في هناي، بعدين العيشة سهلة، ما في شناف، يعني حاجات كثيرة بتخلي الناس دي تبدع يعني. بعدين ما في يعني ما في الغيرة المدمرة دي، هسع الغيرة يعني واحدين يقصدوا لك فنان يكون كويس وصوته جميل، هنا يدعوا له العراقيل، يدعوا له البتاع مرضو اوت اوف لايف. طيب، بعيدا عن العراقيل ومن غير اي حقوق ملكية فكرية او اي مشاكل، نحن نسمع واحدة من الاغنيات مع سامي، فنان سامي، نسمع شو؟ طيب نسمع قبل قدام جام سيرتها يا نسيم بالله اشكيله. نسمع واحدة برضو من الاغنيات الجميلة والمميزة. نعطيك. اتفضل. مالك لحنها مختلف. لحنها مختلف من الحانة اللي قدمها كروم، انا ما ادري اقارنه بفنان ثاني، حتى الحانة اللي هو قدمها في فترة سابقة اللحن ده بيختلف. وده التجديد قبيلة اللي تكلمنا أيوة عنه. أيوة. نسمع. Yeah.
شوقنا أميله تداوي الدمع تهميله دوامنا شوقنا أميله تداوي الدمع تهميله صرف عن قلبي صار ميله صرف عن حبي صار ميله أنا لا زال بحاميله أنا لا زال أفتخر أهو قرب أخشى حرب نوري بحب أفتخر أهو قرب أخشى حرب الله بحب أفتخر أهو قرب أخشى حرب بحب أفتخر أهو قرب أخشى حرب يزول في عطف إكرام لحظة كرويلو بخورك لحظة كرويلو عزولك سباق ويلو وهم وباطيلو عزولك سباق ويلو وهم وباطيلو عزولك سباق ويلو وهم وباطيلو عزولك سباق ويلو يا أخي بهدي أو عمين بيك عادي يا أخي بهدي أو عمين بيك العادي ختام يا روحي بهدي الختام يا روحي بهدي الختام يا روحي بهدي الختام يا روحي بهدي تحيات حبي وسلام شكرا الفنان سامي. والأداء فيه تطريب عالي، ده بيخلينا نسأل يعني ليه في المناسبات الكبيرة ما بتميلوا لأغنيات الحقيبة؟ قبل قلنا إنه هي كانت بترقص البنود بتاعة الفريق في المناسبات، فليه ما تكون هي موجودة في مناسباتنا السودانية المختلفة يعني؟ والله يا أخي أنا شخصيا لو بخلوني بغني من اللي بيخليك؟ عشان المناسبات عشان المناسبة ما يشوفي دائما الـ يعني احنا انا بقول لك انه مثلا يعني انت يعني نخش في النقاش بتاع انك تفرض ما تمشي مع الناس دايره حاجه وانت داير حاجه، لا احنا نكون واقعين. الوقت اختلف، الزمن اختلف، الاجيال اختلفت، المفردات اختلفت، الكلام اختلف. بتلقى غنى ثاني في الحفله، لكن بتلقى غنى الحقيبه او الغنى بتاع الرواد عنده
مناطق ثانيه او مغامرات ثانيه ممكن تقدموا فيها. لو بقي فيه نفس التطريب اللي احنا تكلمنا عليه واللي هو الاداء الحركي اللي كان بيأدوا به زايد الايقاع الراقص. فعلا هسه ده برضه بيديك لاحظت الفتره الاخيره الغنى الشعبي بقى مطلوب في بيوت المناسبات. الغنى الحقيقي بالشكل بالطريقه الشعبيه بقى مطلوب. فدي حاجه كويسه يعني انه بدات الحياه ترجع حبه حبه يعني للحاجه دي. صح. طيب من الفن نمشي للكوره. ونقيف تاني عند محطة مهمة جدا في محطات كروما. لعبوا حب للكورة. منو من أولاد الحلة هم فنانين ومبدعين كان الوقت داك بيلعبوا معه في نادي الهلال؟ كفنانين؟ كفنانين أو كمبدعين أو حتى كرياضيين. والله يا أخي الفترة دي هي فترة الثلاثينات. الثلاثينات دي الناس اللي لعبوا معه ناس محمد توم تجاني. نعم. دي في الثلاثينيات لعبوا في الهلال و هو طبعا الهلال ده ما جاوا يعني جاوا كان بيلعب في فرق في الحي ويتمرنوا في ميدان في البيان وعندهم ميدان صغير كده هسه عم يسمينه ميدان الحديد دبدب في روفي والمهم شاهدوا الوقت ده بيسمونه مكتشفين اكتشفوه ودوا الهلال ولعب في الوقت ذاك في الفتره بتاعت عارف ما لعب كثير يعني في الهلال لعب في دخانة في الهلال جناح ايوه بعدين كان ليفت والوقت ذاك الليفت كان عزيز كان سريع شديد اي لا انا الليفت يا عزيز الليفت عزيز جناح سريع شديد كان ها انت كان سريع جدا يعني سريع وبعدين كمان انت لو فكرت لي الصور بتاعته يعني جسمه جسم فعلا رياضي نحيل كده زر رياضي معنانك لا يخلو من الوسامه يعني كان وسيم يعني ما قبل قلنا وسيم المحيا ايوه كان وسيم وبعدينك اخواننا شوف ربنا ده لو ما بريدك ما بحببك في خلوه كروما ده يعني كان محبوب لدرجه ممكن زول يصور اي انا ما بعرف لا زول قريب في الفنانين الحديثين ديل الا ابراهيم عوض ناس تحبه وتجله انا دي حاجات شفتها بعيني بس يقول لي بالشعر كانه رئيس مع الشعر العربيه السلام كروما كان كده الدمان دي كلها تجله وتحبه انا والله كلمني انا عمنا حسن ود الدرب قال لي والله يا ولدي انا واحد من الناس بفتكر لو مشى لي اي بيت عشان يشفع لجوديه بتاع الزول كاتل كتل زول يعفو لي من حب الناس فيه حب الناس فيه ودي حاجه ما سهله يعني ربنا ما بدي علي اي زول صح هاي. طيب نحن نقف في النقطة دي ونرجع عليها لكن نمشي للفنانة شموس ونسمع برضو واحدة من الأغنيات الجميلة هنسمع هل تدري يا نعسان من طرف ساهر فده. اطمح لي بغرامك
شكرا شموس. ونرجع لك استاذ احمد. الاغنيه دي زي فيها لبس كده عند العامه، احنا دائما بيكون فيها يعني لبس، فيرتنا وضحه في حلقتنا لليوم. شوفي باختصار شديد، هذه الاغنيه لحن كروان. في مصر كان في سيد عبد الله الفاضل المهدي، وفي عبد المحسن الكبير عبد المنعم محمد، وفي خالد ابو الروس. كان في شغل كده بتاع خالد ابو الروس، قدم سكتش كده وهنا. المهم كروم السرور قال داري غني سكتش، وكان داري غني افكر فيه واتامل، لكن الناس قالوا غني هل تدري عن احسن، واللي هي كلمه هي الحان كروم. وفعلا غنى سجل سكتشي، أنا شفته بعيني سنة 57-58، أنا صغير مع أخواني خشينا، بتذكر في عيد كده هنا لقينا، شاهدت سرور دوغندي فيها لابس أبيض، في أبيض فول سوت وطربوش أحمر، طبعا أبيض وأسود ما بتعرفي هنا، لكن بس أبيض. وأنا قدم هل تدري عن إحسان. أما بالنسبة لبقية الألحان زي ما قلت لك، هو بداياته غنى لعمر البنا، وغنى لسرور، وانا اللي سرور دمعة الشوك كوبي اللي هي بتاعت مصطفى غطران، برضو يا شادي يقول البيزيد برضو مصطفى غطران. لما نتكلم عن سرور بنتكلم عن كروما، ولما نتكلم عن كروما بنتكلم عن سرور، بالرغم من التنافس الكبير اللي كان في الوقت ذاك، لكن قدروا من خلاله يأدوا العديد من الأغنيات الخالدة ضد النسيان. أداه سيدة وجمالة فريد، وأداه هل تدري أنا أحسن دي، وأداه من حور الجنان. طيب أنا أماني بتقول لي زمننا انتهى، لكن في نقطة مهمة وجوهرية، التلحين عن كرومة في أقل من دقيقة كبرضو واحدة من الأشياء اللي بتضاف لموهبته الكبيرة. قلت لك أنا كرومة ده الغنى اللحنه ده لغاية الآن ما في زول قدر حصره، في اللي بيقول لك لحن له ألف عمل، لكن أنا واحد من الناس بعرف انه اكثر من 500 اغنيه دي لحنة كرومه. نعم. وبعدين كل مرحله انت يعني سيدنا انتبه قبل قلت لك ايوه نصيت، تلقى تفترق من انت حكمه انت ايه، تلقى تفترق من المراحل بتاعاته الاولى اللي غنى فيها زدني في هجراني، ودي اول اغنيه غنى عليها. ما في تكرار اللحن في كل الاغنيات مع انه عددها كبير. في فرق بين المجاره والتكرار. لأنه المجاردة غنى أغنيتين بلحن واحد لشاعر واحد اللي هي خلي العيش حرام ما دام أرى الموت فيه، وأغنية زادة زي صاحي تلعني نحو. شكرا أستاذ أحمد. لما نتكلم عن كروما نحن بنحتاج لعدد كبير من الحلقات. حقيقة. أنا يؤسفني أنه زمنين انتهى. على العموم سعدنا جدا بكل السادة المشاهدين اللي تواصلوا معنا اليوم في حلقتنا من غناوي وحكاوي لفنان كان جميل المحية زي ما قلنا، اشتهر بخفة دم وبحياة وبأنه هو كان محبوب جدا في أم درمان وحتى في أرجاء السودان بأغنياته المختلفة. أنا بشكرك جدا الفنان سامي عز الدين على وجودك معنا، حتختم لنا أكيد بأغنية فنانة شموس، وحنسمع برضو منك أغنية، حنزوم الاثنين مع بعض إهداء لكل السادة المشاهدين إن شاء الله. شكرا مرة تانية أستاذ أحمد، وتحية عبرك لكل الأسرة الكريمة. الله يديك العافية. شكرا مشاهدينا، الأسبوع الجاي إن شاء الله كان حيين بجدد لقانا بكم عبر حلقة جديدة من غناوي وحكاوي. مع السلامة. اعطف عليّ
حسب دقايق الليل انا والنجيم زملاء احسب دقايق الليل انا والنجيم زملاء بتابع هواكم جاكي اهلي وين خلا لا خوف علي يا لعالي صادركم غالب ضميرك الهزلا يا لعالي صدركم غالب ضميرك الهزلا لو عيني تنظر خدك انا لو التمام اما زعلان اطف علي احسب دقايق الليل انا والنجيم زملاء احسب دقايق الليل انا والنجيم زملاء بتابع هواكم جافي اهلي والخلا لا طول علي يا لعالي صدركم وضميرك نازلا لعالي صدرك وقلب ضميرك الهزلان لو عيني تنظر خدك انا لو مت ما زعلان اطب علي ياري يا لعالي غزلان اسرك رقيب علي قلبك حجرمان انا يا مذلل قصدي من الحزن يحسون لا طوف علي يا انا من الغزلان خصرك رقيب علي قلبك حجر من البدور تسري من بسمتك سريان أشوفنا البدور تسري من بسمتك سريان ما بين بياض الدرر قدرة المريان أطف علي يا ريم يا أبن الغزلان أسألك رقيب علي قلبك حجر ساكن بشاطئ النيل وبداخل الأبدان في
بدل الولدان. يا آية الحسين رحالك السوداء، يا آية الحسين رحالك السوداء، آية وحسن الجيل في كافة البلدان. عطف علي ياري ساكن وعيش حاضن ليل وأبدا خلال أبدان، ساكن وعيش حاضن ليل وأبدا خلال أبدان، بحارة فيها مناظر جنة الولدان. خسرك رقيق علي قلبك حجر ما، الله خسرك رقيق علي قلبك حجر ما، لا علي ليلة هوي يا علي حجر ملا. انت هتان، انت نادي
الطلاق.